بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زيكم يا أحلى متابعين. هنعمل النهاردة زي ما احنا شايفين المسقعة بتاعتنا باللحمة المفرومة والبشاميل. البتنجان الأول عملناه في الأهلية الهوائية، الأول بدون زيت بدل ما نقليها على البوتاجاز. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة، اللي هي عبارة عن بتنجان قطعناه وهنحطه في القلاية الهوائية بدل ما نقليها على الطاسة، معلقتين زيت. طبعا ريت لبن، فيه جبنة موتزاريلا، معلقتين ونص دقيق عشان البشاميل، فلفلة خضرة مقطعة. قد ايه أكلة جميلة، لأن الجو بدأ وأكلات العيش بدأت هي اللي بتبقى جميلة طبعا في الوقت ده. هنقطع البتنجان ونحط عليه ملح وشوية خل، هنقعه شوية بعد ما غسلته، وهروح احطه في القلاية الهوائية بتاعتنا ونحط عليه معلقتين زيت. زي ما احنا شايفين فتحت الدرج بتاعها ومسحت بالزيت اهو بالفرشة، كل ما يعني اخلص الوش ده هنقل على الوش التاني بعد ما ياخد وش، بتقلبيها وتحطي طبعا ايه تمسحي تاني بالزيت تاني، متاخدش وقت، وهتبصي تلاقي البتنجان بتاعك بقى جميل بدل ما تحطيه في الطاسة، طبعا صحي بدون زيت. هي بتمسحي بالزيت زي ما احنا شايفين. هنجيب الطاسة ونعمل البشاميل، هنجيب معلقتين زبدة وأول ما يسخنوا نحط على طول معلقتين دقيق كبار ونص. طبعا اللبن بتاعنا كان غليينه وبرد شوية دفئ، وحطيت مكعب مرقة مع معلقة فلفل عشان انتوا عارفين اللبن لازم نحط له فلفل البشاميل عموما، وهنقلب لغاية وتبص تلاقي القوام تقل معاكي واختفى طعم الدقيق من قلب البشاميل. هنقلب عشان البشاميل ما يكلكعش معانا ما يتكتلش، ونروح نعمل زي ما احنا شايفين اللحمة المفرومة العصاج. حطيت طبعا بصل وبعديها حطيت اللحمة المفرومة بعد ما البصل بدأ يصفر، وحطيت عليه فلفل اخضر هيدي قوام للأكلة وطعم جميل ومنها فيتامين طبعا في قلب المسقعة بتاعتنا النهاردة. هنحط فلفل وهنحط الملح في الاخر، بهار لحمة 7 بهارات لو عايزة كمان، معلقتين صلصة، ونزود شوية عشان مش هحط صلصة تاني يعني بتاع 4 معالق، توم دقتهم وقرفة. التوم بيدي ريحة جميلة. بعد ما خلص العصاج ادي البتنجان اللي عملته في القلاية الهوائية اللي بدون زيت زي ما قلتلك، شايفين ناشف وحلو ازاي.
كده عشان يبقى ما يبقى صحي وما يتعبش. هفرش البتنجان اول طبقه زي ما احنا شايفين، في قلب البايركس. ممكن تختار اي صينيه انت عايزاها، بس انا قلت البايركس بيظهر الحاجه ويبين المسقعه بتاعتنا النهارده. بعدين هحط اللحمه المفرومه المعصجه، وبعدين هحط طبقه تانيه من البتنجان. قد ايه اكله كانت جميله وخفيفه وهتعجبكم جدا لما تعملوه. جاهزة بيضه كمان هحطها بعد البشاميل ما يبرد. يبقى كده احنا خلينا يعني اكله فيها جميع كل المواد الغذائيه المطلوبه، البتنجان واللبن وبيضه وفلفله خضراء ولحم مفرومه. ممكن تعملها من غير لحم مفرومه صدقيني. هنبدا نحط البشاميل زي ما احنا شايفين. هوزعه على البايركس وبعدين احط طبقه البتنجان الاخيره. احنا بنحطه في النص عشان نخليه يتماسك اكتر. ومعانا كمان جبنه موتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا بتدي لمعان وقيمه غذائيه، عايزه ما تحطهاش عادي. احط طبقه البشاميل زي ما احنا شايفين الاخيره، هوزعها كلها على البايركس، واكون مجهزه الفرن بتاعنا على درجه حراره 180 طبعا مش من تحت، قبل الاخير عشان كمان البايركس ازاز زي ما احنا عارفين. هوزع على البشاميل جبنه موتزاريلا. اكون مسخنه الفرن قبل ما ادخلها الفرن. احطها من تحت الاول، وبعد كده لما تاخد من تحت وتستوى، رغم ان كل حاجه فيها مستويه بس انا برضو بحب ايه واقوم مطلعاها بعد كده تاخد وش في الشوايه. قد ايه كانت خفيفه وجميله، الوقت هتشوفوها لما تخرج من الفرن. شكلها جميل والطعم احلى. بتاكليها بالعيش، ولو حابه تاكلها بالرز تاكلها بالرز، بس هي احلى بنحبها احنا بالعيش. وده شكلها لما خرجت من الفرن، وبعد ما حطيتها في الشوايه وخدت لون تقطعيها بقى وتاكليها الهنا والشفا لكل اللي اكلها وكل اللي هيعمل زيها. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت معايا للنقطه دي ما تنسونيش في اللايك، لان اللايك بيرفع من الفيديو. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط. بحبكم كلكم واتمنى لكم الخير دايما، يا رب كله يحقق كل اللي نفسه فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.